السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone and welcome to my Arabic journey YouTube channel. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناة my Arabic journey with محمد. Today is إن شاء الله I will share the story of Ghandi and a pair of shoes. Ghandi وفردة الحذاء. Let's see this story. Ghandi وفردة الحذاء. يحكى أن غاندي كان يجري بسرعة ليلحق بالقطار. يحكى أن غاندي كان يجري بسرعة ليلحق بالقطار. وقد بدأ القطار بالسير. وقد بدأ القطار بالسير. وعند صعوده على متن القطار، وعند صعوده على متن القطار، سقطت من قدمه إحدى فردتي حذائه. سقطت من قدمه إحدى فردتي حذائه، فما كان منه إلا أن خلع الفردة الثانية، فما كان منه إلا أن خلع الفردة الثانية، وبسرعة رماها بجوار الفردة الأولى على سكة القطار، وبسرعة رماها بجوار الفردة الأولى على سكة القطار. فتعجب أصدقاؤه وسألوه، فتعجب أصدقاؤه وسألوه: ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على ما فعلت؟ ولماذا رميت فردة الحذاء الأخرى؟ ولماذا رميت فردة الحذاء الأخرى؟ فقال غاندي الحكيم، فقال غاندي الحكيم: أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين، أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين، فيستطيع الانتفاع بهما، فيستطيع الانتفاع بهما، فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده، فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده، ولن أستفيد أنا منها أيضا، ولن أستفيد أنا منها أيضا. Thank you for watching till the next video. Like, subscribe and share my Arabic journey with Muhammad.